ونتحول الآن لمراسلين في الخارج وردود الأفعال حول الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يجتمع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع نظيرته الألمانية في برلين، على جانب آخر يبحث الآن المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم قائمة العقوبات المقترحة ضد روسيا. للمزيد ينضم إلينا من برلين عربي مرزوق مراسل إكس نيوز، وأيضا ينضم إلينا من فرنسا خالد شقير مراسل إكس نيوز. أرحب بكما معنا في هذه الجولة، ودعني أبدأ معك الآن عربي من برلين. يعني بعد التصريح بعدد من العقوبات وحزمة هذه العقوبات، هل تعتقد أن يكون هناك مزيد من العقوبات القادمة، يعني إذا قام بوتين بنوع من التوغل أكثر من إقليم دونباس؟ سؤالك ده أنا أجابت عليه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بير بوك قبل دقائق في المؤتمر الصحفي الذي جمعها مع وزير الخارجية الفرنسي، عندما قالت أن قائمة العقوبات التي سيتم توقيعها على الجانب الروسي بداية من هذا الأسبوع، ربما من بداية من مساء اليوم، قابلة للزيادة والتمديد وقابلة للشدة أيضا إذا اجتاحت روسيا كامل أوكرانيا بشكل كامل. الحقيقة كان هناك يعني اليوم هنا في ألمانيا مملوء بالاجتماعات والمؤتمرات الصحفية، أنالينا بير بوك مع وزير الخارجية الفرنسي وأيضا المستشار الألماني أولاف شولتز هنا بالخلف في مكتب المستشارية مع مجلس الوزارة الألماني أيضا لبحث العقوبات التي سيتم توقيعها على روسيا والكيانات الموجودة في شرق أوكرانيا تحديدا. ولكن كل العقوبات كما أشرت قابلة للتمديد والزيادة إذا لم تجلس روسيا، هناك أملا ألمانيا فرنسيا أيضا حسب المؤتمر الصحفي الذي انتهى قبل دقائق أن يكون هناك مفاوضات مع الجانب الروسي لسحب القوات الروسية من شرق أوكرانيا وإنهاء إعلان استقلال الإقليمين الذي وافق عليهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنهما كيانات مستقلة ودول مستقلة. ما زال الأمل موجود لدى الحكومة الألمانية على الرغم من العقوبات التي أعلنتها الحكومة الألمانية بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي. وزيرة الخارجية الألمانية أعلنت أيضا خلال المؤتمر الصحفي قبل دقائق أنها وشركائها الأوروبيين وزراء الخارجية الأوروبيين قد اتفق بالفعل على كل بنود العقوبات التي سوف تتم ضد الجانب الروسي والكيانات في شرق أوكرانيا. على سبيل المثال حسب وزيرة الخارجية الألمانية، البنوك العاملة في شرق أوكرانيا في هذه الأماكن تحديدا الكيانات المنفصلة عن أوكرانيا، وأيضا 35 عضوا في البرلمان الروسي الذين وافقوا على الاجتياح الروسي لأوكرانيا تحديدا. وأيضا قالت وزيرة الخارجية الألمانية خلال المؤتمر الصحفي أننا قمنا بتعليق خط مشروع الغاز السائل الشمالي 2. الحقيقة سبقها صباح اليوم وزير الاقتصاد الألماني أيضا وعلق على هذا الأمر، لأن هذا المشروع تحديدا يخص وزارة الاقتصاد الألمانية، وقال هذا المشروع تحديدا في تصريح جديد تماما من وزير الاقتصاد الألماني المنتمي لحزب الخضر الذي قال أن هذا المشروع من الأساس كان خطأ كبيرا أن نقوم بمد خط الأنابيب على مسافة 1230 كيلومتر من الأنابيب الغاز من روسيا إلى ألمانيا. نعم. وكان من الأفضل منذ البداية تنويع مصادر الطاقة لألمانيا والاتحاد الأوروبي. عربي، بالحديث عن الغاز وهذه الأمور، يمكن بعد هذه الأزمة بالتأكيد ستؤثر على الأسواق العالمية، وكما تعلم يمكن روسيا هي الدولة المصدرة ورقم 2 في النفط وتحتل المركز الأول في التصدير للغاز الطبيعي. كيف هي ردود الأفعال الآن في ألمانيا؟ هل هناك تخوف إذا اشتدت هذه الأزمة، الأزمة الروسية الأوكرانية، وتأثيرها طبعا على الأسواق العالمية؟ الحقيقة حتى الآن دانا لا توجد أي معلومات في ألمانيا عن مستقبل الطاقة والغاز تحديدا هنا في ألمانيا. المعلومات والتقارير التي خلقت أن الحكومة الألمانية تحاول الآن تنويع مصادر الطاقة في المستقبل، لأن هناك الآن مباحثات تتم حتى داخل البرلمان الألماني البوندستاغ هنا قدامي في لجنة الشؤون الخارجية الألمانية داخل البوندستاغ البرلمان الألماني ولجنة شؤون أوروبا أيضا، ربما بإنهاء عمل مشروع نورد ستريم أو السائل الشمالي 2 ليس فقط التعليق، ربما سوف ينتهي هذا المشروع بالكامل على الرغم من المشروع تقريبا انتهى بشكل كامل ومتوقف فقط على تدفق الغاز. هي أزمة، الحكومة الألمانية ستعلن الحقيقة، ومراكز الحباس الألمانية والمواطنين الألمانيين ينتظرون البرلمان الألماني البوندستاغ وأولاف شولز في التصريح عن مصادر الغاز ومصادر الطاقة الجديدة لألمانيا والاتحاد الأوروبي تحديدا. هناك كلام مباحثات على سبيل المثال مع قطر وربما اليابان، ربما النرويج، وأيضا ربما سوف تقوم الحكومة الألمانية والاتحاد الأوروبي أيضا مباحثات حتى مع الحكومة المصرية للحصول على كميات من الغاز، لأن سيكون هناك عجزا كبيرا لدى ألمانيا. الاتحاد الأوروبي سيؤثر على الأسواق بالطبع، ربما سترتفع الأسواق للضعف في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الألمانية أنها ستقوم بمساعدة الفقراء هنا في ألمانيا غير القادرين على دفع مصاريف التدفئة. صحيح. بالغاز في منازلهم. نعم. أزمة كبيرة ستعلن عنها الحكومة الألمانية في المستقبل خلال الأيام القادمة. نعم، أشكرك عربي مرزوق على هذا الرصد.